Charlie. Quelle couleur? Coup de soleil naturel. Coup de soleil naturel, ça. Mais bon. Tu as un peu de coup de soleil sur tes cheveux. Excuse-moi. Excuse-moi. Ça marche. Hatin tu as un mec chez Zada. لا لا سبعة وعشرين سنة أمي أبو شعري أبيض 26 سنة ما هم كاتبين 27 عشان ما يخرب ما نزعلهم لا كاتبين أنا 27 حتى أنت عندك شيء ليش حالك سنة أنت من 80 آخر الشهر هذا تخلى من 80 آخر السنة اسمعني تخلى سنة نوفمبر لسه ما كملت لسه آخر الشهر وصلنا تخلى للسنة كذي إلا ما هتساعد يبقى لسه إلا بس هيبولوا راسك انت بتخيل انه لك لسه عمره 20 21 سنه قديش لسه في قدامه؟ ليش هو 26 17 سنه بديت شوف هي بتقول لك عمره 18 بتقول لما كنت صغيره لما كنت صغيره لما كنت طفله ما كنت صغيره انا كمان في حاجه كنت اقولها لاصحابي ضحكايا اقول لهم كنت اقول سمول كيد سمول كيد ما هو سكيد جوينت كنت قصير مش عارف ودايما بخربط شو كمان بخربط بخربط تبع شاي و امبارست شاي و امبارست اقوى واحد متعب واحيانا بخربط بين احيانا بخربط بين بيفور وافتر كثير 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 وانا صغيره كنت اكبر كثير بيفور وافتر كنت دايما بتخربط فيهم بتعرفي ليش؟ ايش في مره في مره اسمعي في مره استاذنا مدري شو انا كنت مالي منتبه بس الاستاذ بالصف قام شو قال؟ قال بيفور يعني بعد مو في بي بيفور بعد وافتر قبل فهي بالعكس استاذ بيكون عرفتي؟ فانا علقت براسي الغلط فكل ما اقول بيقول بعد بقول بيفور بيقول قبل بقول افتر شفت شو لازم واحد ينتبه بالصف؟ شفت؟ شفتي؟ انت شفت؟ لا ام فاين بس نحضروا حالنا أنا كمان لسه ما نشف خلص لسه not even close ما في مكان تنشيف تحطوا ايدك لا من تحت ما فيش يعني في بالعادة بيكون والله مو أنا اخترعت هذا الشيء يعني لو تيجي حد يعملوا لك في البيت ما فيش usually بس لو تروح professional salon يبقى فيه بس مش بتعمل فرق كبير مش عارفة مش عارفة مش عارفة مش عارفة مش عارفة مش عارفة بس هذا لونه هيك انت هذا ابيض عم يحطوه ابيض شفاف شفاف ولا ابيض؟ ابيض شفاف طب انت ليش شكله ضفير هيك؟ ايه؟ لونه مو طبيعي هذا اللون لا هو كذا انت هيك ما في فكرت فيها اللون كذا ايوه اللون كذا don't scare me شايفني لسه في احمر هون اه اي نو من هنا من هنا زي العيال الصغيرين ما انا بشيله لا انا شلت عملت اللي علي والباقي على الله هم ما شلوش كل حاجة انا ماني انا بس اتس جود طابوا ايديكي من القشر بس امين ايديكي طابوا ايه؟ ايديكي طابوا طابوا يعني؟ يعني ما عادش في بقى احسن بقى احسن هنا بس احسن بكتير الخاتم اللي عم يضايقك امي مش بيضايقني اللي عم يزعلك مش بيعمل حاجة انا مش هشيل اخواتي من بتوعي unless على فكرة كرا 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 يا العزيز لازم ابراهيم كنا امس فرش ما بتوصليها سبحان الله كنا امس صح؟ اي والله كنا قاعدين ناظم ناظم شو بكون؟ هاي كتبناها عبد العزيز ناظم ابراهيم كتبناها هون زي الوقت هذا كانه امبارح كان يوم ابراهيم كان نومينيه هو كان يوم ابراهيم ولا خميس؟ لا كان يوم ابراهيم يوم ابراهيم صدقني كان يوم ابراهيم